لا أحد قديس أو كامل لديه قدرة بالتعامل مع البشر. كان ذا شخصية محبوبة. إلى أي مدى تعرف زملائك في العمل؟ حقيقة لم أهمل أن تملك الضحية حياة سرية لم أكن على دراية بها. هل يمكنك رؤية الإشارات؟ الخطر أقرب مما تتوقع. تلقيت اتصالاً أن الأمر تم. كانت الكلمات تم الأمر. كنا سنكون معاً لبقية حياتنا. عام 95 نورث كوست الكهربائية هي شركة توزيع كهرباء، شيء له علاقة بالكهرباء لا الإلكترونيات. تم تعييني مسؤولة عن المبيعات، وهذا شيء ليس اعتيادياً بالنسبة إلى فتاة. كنا جميعاً في غرفة واحدة، وكان هناك مكتبان، واحد لبوب وواحد لجيم، ولا توجد حجيرات. عملنا جميعاً، هذا استثنائي، وكنا كعائلة واحدة. بوب كان النائب، كان محبوباً من قبل زملائه وأصدقائه وأصدقائي، كان محبوباً جداً من الجميع. لقد كان بوب طيباً جداً، وكذلك كان يملك شخصية قيادية. كان يحدد هدفاً ويسألك إن كنت تملك الأدوات، وإن لم تملك فيرحب بك لتطلب المساعدة كي تتعمق به. هذا هو أسلوبه، يفعل ذلك مع الشباب الذين يعملون في المستودع ويستلمون الطلبات ويعبئون الشاحنة، حتى في المفاوضات وعقود الائتمان لديه قدرة على فعل ذلك. كنا معاً منذ ثانوية وذهبنا إلى الجامعة معاً. من الممتع أن نكبر وننجح معاً بكل شيء. لديه ولع بالغولف وأراد أن يكون طياراً في يوم ما، هذا حلم حياته. خريف عام 94 كنا نخرج من المنزل ونذهب إما للصيد وإما لرحلة في القارب. من الواضح أنهما مغرمان بطريقة ليست مبتذلة، من المفترض أن يكونا معاً. تزوجنا بعد الجامعة مباشرة، وكان زفافنا رائعاً. كان هناك الكثير من أصدقائنا وعائلتنا، تعتبر علاقة رائعة. وقررنا معاً أن نجمع مالاً إضافياً، وذلك كي نقوم بشراء المنازل وتجديدها، ثم نشتري منزلاً آخر وننتقل إليه، وهكذا بدلنا 5 منازل قبل منزلنا الأخير. توقعت أن نعيش بقية حياتنا معاً. الحادي عشر من سبتمبر عام 95 طوارئ الشرطة، هل لديك حالة طارئة؟ الشرطة، تم إطلاق النار على شخص مقابل شارعي. حسناً، ماذا حدث؟ سمعت صوتاً عالياً جداً، وهناك صوت آخر، هناك رجل، لقد أطلق النار على آخر ببندقية. سيدتي، هل يمكنك أن تعطيني وصفاً لحامل البندقية؟ لا، يضع قناعاً أو شيئاً كهذا. أصيب الرجل، يحتاج لإسعاف. الإسعاف على الطريق الآن. حسناً، تم إطلاق النار على شخص وقتله في شركة نورث كوست الكهربائية. يضع المشتبه فيه قناعاً وهو مسلح ببندقية، وهرب شرقاً عبر الغابة باتجاه الشارع 25. شركة نورث كوست للكهربائيات في اليوم الحاضر. كانت سيارة بوب مركونة في هذا الموقع والباب مفتوحاً، والسيد هنري مستلقياً على ظهره ورأسه شمالاً وقدماه إلى الجنوب.
لم تبدو سرقة عادية ولا يوجد شيء سرق منه، لقد كانت ممتلكاته الشخصية موجودة وكانت سيارته موجودة، وكان الشيء الوحيد الذي حصل أنه أعدم بإطلاق النار عليه. لا أستطيع أن أستخدم مصطلح قتل محترف لأنها ليست الطريقة التي أفكر بها. فكرت آنذاك أن الأمر مخطط له جيداً، وكلمة محترف تعني بالنسبة إلي أنه تم استئجار قاتل محترف، ولم أكن مستعداً للقيام بهذه القفزة الفكرية. إن باب محقق رائع للغاية، ولن يستسلم حتى ينهي عمله بالكامل. ينهمك دائما في أي قضية تسلم إليه كهذه القضية. في مكان المكتب هناك سطحة وهي في السياج، وكان ذلك هو الموقع الذي استرد منه أغلفة الرصاصات المستخدمة في العملية. وأيضا يوجد مكان بعيد عن نظرنا، وفي الجهة المقابلة توجد سكة قطار وهو تحت مدى نظرنا. تمت رؤية المشتبه به يجري جنوب سكة القطار ثم ظهر في الشارع القادم هناك. كنا ننظر خلف شركة نورث الكهربائية، وعند اليسار كان هناك عمود هاتف في الخلفية. هذه هي ساحة ركن الشركة حيث يوجد العمود تحت المكب تماماً، وهذا هو المكان الذي قطع فيه السياج. بعد الجريمة قمنا بتغيير السياج. إنه مكان مناسب لمن يريد ارتكاب جريمة، لأنك تكون محجوباً عن الرؤية ومن جميع الزوايا القريبة والمطلة على الساحة تقريباً. كان هذا واحداً من الأسباب لعدم إمكانية الشاهد أن يعطينا أي توصيف للفاعل. بعد الساعة الخامسة كنت أشاهد التلفاز وكان هناك خبر عاجل، و قالوا إنه هناك في وسط مدينة تاكوما حدث إطلاق نار. وعندما نظرت ملياً بدا لي وكأنه باب. كنت أدخل فاهيتا ذلك اليوم وما زلت أعاني من تناولها لأنها تذكرني بذلك اليوم. أوصلني والد باب وقد أتى وكان مصدوماً، واستمر بالقول باب مصاب لا تقلقي سوف نذهب إلى هناك. وعندما وصلنا رأيت عندها حذاء باب، عرفته فوراً وكان هو نائماً تحت الملاءة الصفراء. وكان مستلقياً عند سيارته. نعم. لم أستطع منعها من الذهاب. لا أعلم السبب، لكن أحبا بعضهما البعض. ما كان يجب أن تحتفظ بهذه الذكرى في رأسها. لما كان روبرت هنري ضحية لجريمة عنف؟ من يرغب في فعل ذلك؟ لما اختار أحدهم روبرت ليطلق النار عليه دون أن يسطو عليه أو يسرقه؟ هذا يحدث لسبب لا من العدم ولا شيء. تمت مواجهة روبرت في ساحة ركن شركة نورث كوست الكهربائية حيث كان يعمل، ومن ثم تم إعدامه بإطلاق النار عليه.
بدا وكأنه حدث حوار لكن لم يسمعه أحد ولا يعلم ما الذي دار. وبالنسبة إلى الذين رأوا ما حدث أنه دار حديث بينهما قبل أن تتم رؤية المشتبه به، يرفع البندقية ويطلق طلقة واحدة على الضحية. قد يكون هناك سبب لأن يتحاور الاثنان قبل أن يحدث ما حدث. كنت أتحدث مع بوب عن كل الأشياء الموجودة وعما نبحث عنه بالضبط. كان هناك عدة أشخاص رأوا الحادثة ولكن لم يكن هناك دليل حقيقي. كان هناك فندق قريب تتوقف فيه الشاحنات، تأتي الشاحنات على مدار الساعة، فلنذهب ونرى ما إذا كان أحدهم موجودا يومها ورأى شيئا في تلك الساعة أو تذكر شيئا مهما. انتباه، لدينا شاهد رأى ذكرا أبيض بين الشجيرات ويركب دراجة وينطلق. سكة قطار تاكوما. الشاهد الأساسي سائق شاحنة كان قد ركن شاحنته على بعد مئات الأمتار، وكان قد رأى شخصا يصل على دراجة نارية بينما كان في شاحنته، وبعد ذلك بساعة ونصف سمع صوتا شبيها بصوت إطلاق النار، واستطاع رؤية الشخص يركض في مسار سكة القطار وهو لا يزال يعتمر خوذة بواق وجه معتم كي لا تتم رؤيته. كان كله مغطى بأغصان العليق ومملوءا بالشجيرات وببعض الأشجار الصغيرة. خرج من شاحنته حيث كانت الشاحنة مركونة هنا وقطع الطريق ليصل إلى مكان ركن الدراجة حتى يستطيع رؤيته بشكل أفضل. لكن الشاهد قال إن المشتبه به كان مخيفا، لم يستطع رؤية وجهه من خلال لغة جسده فقط، لذا نظر إلى لوحة تسجيل الدراجة حيث يمكنك رؤية الأنابيب هناك على اليسار، حيث أتى سائق الشاحنة بقلم رصاص وكتب رقم اللوحة التي اعتقد أنه رآها. جلبنا شخصا من فريق صيانة المدينة وأخذنا ذلك القسم من الأنبوب الذي جمعناه كدليل. إنها قديمة مسطحة مع لوحة تسجيل أقرب إلى 11:05. لا أعلم في الحقيقة إن كانت هذه لوحة تسجيل حقيقية أم أنها يدوية الصنع ووضعت على الدراجة لتبدو أنها حقيقية. لم أستطع ربطها بولاية أو دولة من خلال وصفها أو من خلال أرقامها. تتعلق معظم الجرائم بالمال أو الحب، لذلك تنظر فوراً إلى أقرب الأشخاص. في بداية التحقيق الجميع مشتبه بهم ولا يستبعد أحد. الأزواج وأفراد العائلة حتى تبدأ بالجيران، تنظر إليهم لترى من منهم يملك ضغينة، من كان منهم غاضباً أو هددهم أو ما شابه. سنبحث في أمر أي شخص له علاقة مع ضحيتنا. في حالة بولا هنري عاملناها كما عملنا الجميع بنظرة شك. الجرائم وليدة اللحظة، إما لأنها سرقة وإما بسبب علاقة ما. لم أهمل حقيقة أنه يمكن لروبرت هنري أن يمتلك حياة سرية لا أعرفها. إن الأمر مخطط له، قام المجرم بمواجهته في مكان عدد الشاهدين فيه قليل وفعل ذلك بسرعة ثم هرب على دراجة نارية بملابس سوداء ولم يتعرف إليه أحد. لم نعلم ما هو سلاح الجريمة حتى قمنا بالتشريح.
هناك الكثير من الأشياء التي جعلت القضية مختلفة من البداية، واعتقدنا أنه سيأخذ الكشف عن القاتل وقتاً كبيراً. كان لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي علينا أن نفحصها، كخلفية حياة الزوجة وخلفية حياة الزوج. هل حدث شيء أو سر علي معرفته؟ قسم شرطة تاكوما، 12 سبتمبر 1995. في اليوم التالي للجريمة اتصلوا بي وطلبوا إلي أن آتي إلى قسم الشرطة. سألوني عن بوب وعن حياتي، سألوني إن كنت أعلم عن وجود علاقات له وإن كان لبوب صديقة أو لدي أنا صديق. سألوني كما تعلم كل هذه الأسئلة، ثم سألوني إن كنا نتعاطى المخدرات أو القمار. لقد سألوني كل ما يخطر على بالك من أسئلة. أعلم أنهم يقومون بعملهم، وعندما أنظر الآن إلى الماضي أرى أن الزوجات والأزواج هم المشتبه فيهم الأوائل، وهذا لم أكن أعلمه عندها في ذلك الوقت. كنت أجيب بصراحة ولم يكن هناك شيء سيء أو خطير، ولقد اتصلت بمحام مدني كي يتولى قضيتنا ويذهب معي. أتعلمين من قام بذلك؟ أعلم من قتل زوجي. كان واضحا بالنسبة إلي أن باب قتل على يدي لاري. لاري قتله. الشخص الذي قالت بولا هنري إنه مسؤول عن مقتل زوجها هو شخص يدعى لاري شاندولا، هو شريك عمل سابق لعائلة هنري. شتاء عام 92. إنها آتية. ما الذي تظنه؟ تبدو مكلفة. لا تقلق، سنبيعها بعشرة أضعاف ما كلفتنا. ما كلفني؟ أجل، نعم صحيح. تعرفنا أنا وباب إلى لاري شاندولا من خلال زوجته، وانطباعنا الأول عنه كان أنه يملك شخصية جذابة. علينا التحدث بمواد البناء. أتعلم القياسات والتكاليف والمدة التي ستستغرقها؟ دعني أنا أقلق حيال ذلك. تحدثنا أنا وباب عن تجديد المنازل، واعتقد لاري أنها فكرة جيدة، وظنا منه أنه يعلم كل شيء اعتقد أنه قادر على المساعدة. ستشتري عجلات لأول طائرة لي؟ نعم سأفعل ذلك. بدأ سلوك لاري بالتدهور، ومع الوقت كان هو وباب يتجادلان كثيراً، وبدأ باب يستجوبه بكل شيء يخص التكاليف والوقت. لاري، عليك أن تتوقف عن التصرف هكذا. علينا أن نخفض التكاليف، ليس هناك من أرباح، سوف يفشل المشروع. اللعنة يا باب، هل تكف عن كونك أجباناً؟ باب أتى بمبلغ من المال إلى لاري لنخرج من المشروع. ظن لاري أننا نملك الكثير من المال، لدينا بيت كبير، وظل يقول لديكم منزل كبير وسيارة وطائرة، وأخرجت الغيرة أسوأ ما في داخله. مكان سكن شاندولا. استطعت أخيراً أن أقابل السيد شاندولا، وبدا لي مراوغاً جداً عندما أخبرته عن قتل روبرت هنري. كانت إجابته هي: من الذي فعل ذلك؟ اعتقدتها ردة فعل ليست اعتيادية. أصر على أنه يملك حجة غياب، وزعم أنه كان مع سيدة ما مسنة في بيتها في وقت الجريمة. أتمنى لو أستطيع مساعدتك، لكن لا أملك المزيد. يوما سعيدا لك. الشخص الذي قال شاندولا إنه كان يزوره هو امرأة مسنة تدعى ريتا باك. استطعت التواصل معها عبر الهاتف، وقلت لها من أنا، وأخبرتها أنني أرغب
في التحدث معها وسألتها إذا ما كنت أستطيع زيارتها إن كان لديها وقت. قالت لا بأس، وظننت أن الأمر ليس اعتياديا لأنها لم تسألني آنذاك عن سبب رغبتي في زيارتها. معظم الناس قد يرغبون في معرفة ذلك. قالت إنها تتذكر مجيء السيد شاندولا إلى بيتها حوالي الساعة 5:30 من بعد الظهر، وقد بقي حتى الساعة 7 حينها وذهب إلى منزله كما يفترض به. لم أعتقد أنها كانت صادقة تماما. بعد 6 أشهر من حدوث الجريمة عام 96، بقيت بولا على تواصل معي. نعم، وكانت تتصل بي في عدة مناسبات لتسألني عن وضع القضية أو تزودني بشيء أو بمعلومة قد سمعتها وظنت أنها قد تكون مفيدة. نعم، لم نعثر على السلاح، لم نعثر على دليل. يشاهد الناس برامج التلفاز التي تشرح في النصف ساعة الأولى ما حدث في حين يتم القبض على المتهم وإدانته في النصف ساعة الثانية، لذا نعتقد أن الأمر سوف يجري بسرعة وكل شيء سيسير كما يجب، لكن هذا ليس الواقع. نعم، إن الأمر مختلف عن التلفاز. لا أعلم بالضبط كيف سأشرحه لكم. كان الأمر مختلف. أذكر تماماً أن العديد منا تكلم عن هذا الأمر. ربما سينجو الشخص الذي قتل بوب بفعلته المريعة. أفهم هذا، شكراً أيها المحقق. فكرت فيما يمكنني فعله. علمت أن لاري كان مشتبهاً به، لذا وضعت إعلانات طرقية طالبة إلى المجتمع أن يساعدنا مقابل $10,000. أردت أن يعلم الجميع أننا نعمل على القضية. أردت أن تعلم ذلك عائلة بوب وأصدقائه. لم يمر يوم دون أن يصل اتصال قائلاً: نحن نعتذر يا بولا، لم نتمكن من القبض عليه، نحن نعتذر. لكن لم أتوقف عن الأمل أبداً في يوم من الأيام. أخبرتنا بولا أنها ستضع الإعلانات، وأنا سعيدة بذلك لأن وجهه كان مشاعاً وسعيداً. وأذكر أنني فكرت في مدى عبقرية المكان الذي وضعت فيه، لأنها ستكون على مرأى الشخص الذي اعتقدنا أنه قتله لنأتي بنتيجة. لا يعني ذلك أن الشخص قتله فقط لأنهما خاضا شجاراً، ولا يمكنك أن تقول لابد أنه شاندولا وعلي أن أتهمه. إنها فقط معلومة علينا النظر بشأنها لأنها لا تزال حديثة في التحقيق. عام 95، خلال التسعينيات سمعة تاكوما كانت سيئة بسبب عصابات دراجات نارية، وهناك منطقة محددة اكتسبت سمعة سيئة تدعى قمة التلة أو هيل توب. التلة تلك كانت تنمو، وكان الوضع يزداد سوءا أسفل التلة حيث كنا نحن، لذا كان من الشائع أن تحدث الجرائم. من الأشياء غير الاعتيادية في هذه القضية هو أن القاتل هرب على دراجته النارية. لا يركب عدد كبير من الناس الدراجات النارية، ولكن هذه الدراجة غير المألوفة كانت تبدو يدوية الصنع. الناس الذين رأوها لم يستطيعوا معرفة نوعها. قد تكون هذه مجموعة من الناس في عصابة، وهذه هي طريقة الانتساب للعصابة، أن يقتل المنتسب شخصا. لذا كان علينا أن نقول: هل من الممكن أن تكون هذه ضحية عشوائية لعملية انتساب إلى العصابة؟ هل أراد أحدهم رؤية شخص يموت؟ وصفت الدراجة بأنها صغيرة جدا بسعة محرك 300 متر مكعب، مسطحة وسوداء، ووصفت بأنها من النوع الذي تركنه خلف حظيرة. لم تكن من النوع الذي يستخدمه شخص منتسب إلى عصابة. دراجات نارية خارجة عن القانون، ولم يكن هناك رابط بين بوب وبولا هنري وعصابة الدراجات.
لم يكن هناك شيء لأربطه بهم. احترمت بوب لأنه كان محققا مستقيما ومقاتلا كان كالكلب عندما يرى عظمة فيطاردها، لكنه كان شريفا وجادا بعمله ولم يقم بالحكم المسبق على الأشياء، يذهب حيث يقوده الدليل. كانت صورة بوب هنري بمثابة تذكير لي بالحياة التي سلبت منه مبكرا، وكان عملي أن أحل قضيته إذا استطعت، لذا علي ألا أنسى ذلك. ربيع عام 96. أمضى ساعات عديدة في المنطقة حول شركة نورث كوست. كان يتحدث إلى الأشخاص في الشارع والمشردين الموجودين في المنطقة، وتحدث أيضا إلى سائقي الشاحنات. لذا كان بوب هو من جاء بهؤلاء الأشخاص ودون أقوالهم، ثم جمع القضية من مصادر مختلفة. كان الملف موجودا دائما على مكتبي وكنت أقوم بالاطلاع عليه، لم أضعه جانبا، كنت أريد أن أبقي القضية نشطة. بعد سنتين ونصف على وقوع الجريمة عام 98، لاري بدأ يتصرف بغرابة، بدأ يظهر في مكان عملي ويظهر حيث كنت أتناول طعامي، وأينما ذهبت كان حاضرا، فصرت أدون كل مرة يظهر فيها، وكاد الأمر أن يصيبني بالجنون. بدأ شاندولا بالظهور في المقهى حتى لو لم يكن يعمل في ذلك المبنى معها، كان يجلس في مكان خلف المحاسب ليتأكد من أن الشخص الذي سوف يأتي للدفع يمكن أن يراه. كانت هذه طريقته للرد عما تتهمه به ولمحاولة إخافتها. كانت هناك أيام شعرت فيها بالخوف على حياتي، فكنت أذهب للجلوس في مكتب بوب فقط كي أشعر بالأمان. كنت أبقى لساعات. في يوم من الأيام ذهبت مع زميلي إلى المقهى، وبدا مندهشا لرؤيتنا، وكان يبدو عليه الانزعاج. ترغبون في القهوة أو أي شيء؟ لم يعد بعد هذه المرة إلى المقهى واختفى. ظن أنه نجا بفعلته لأنه لم يتم القبض عليه عندها، ولأنه لم يعرف الكثير من التحقيقات التي كانت تجري. قرر أن يصبح انتقاميا، وآنذاك لم نكن نملك قوانين ضد الترصيد والتحرش التي نملكها الآن، لذا كانت بولا غير محمية، وقد كنا قلقين على حياتها في حال قرر قتلها، وكان صعبا القول لأرملة شخص تم قتله، ربما تكونين هدفا ولا نستطيع أن نفعل الكثير حيال ذلك. ذهبت للحصول على أمر تقييد ضده، لكن القاضي لم يعتقد أن لاري سيسبب الأذى لي، وظن أنه كان يتواجد حولي فقط. عندما خرجت من المحكمة ذلك اليوم كنت حزينة، فعلمت أنه إما أن أحارب بقوة وإما أن أستسلم للأبد. سكة قطار تاكوما، ربيع عام 98. عام 1998 تمت ترقية بولا هنري لمساعدة مدير للسكة الحديدية في مدينة تاكوما. كنا نبني السكك ونضع المحطات بين سياتل وتاكوما. كنت أمشي في مسار القاتل، كنت أتبع خط الشخص الذي قتل زوجي. اجتمعت في يوم ما هناك وتناقشت مع مفتشا بأمر قطع لبعض شجيرات العليق الموجودة على يمين السكة،
وقمنا بإعطاء أمر بجلب الشركة التي ستقطع الشجيرات. وبعد 5 أيام وصلني اتصال من المحقق ياربري يقول: لقد وجدنا البندقية. كانت مطلية بطلاء مموه من قبل مالكها السابق الذي يحملها، مما جعلها مختلفة عن باقي الأسلحة التي نراها بالعادة. رؤيتي للسلاح الذي قتل زوجي كان حمله يجعلني أشعر بالإعياء. في مرحلة ما رفع البندقية وقد نظرت من خلال الفوهة، لأنني أردت أن أرى ما شاهده بوب. كم هو مرعب أن يحمل أحدهم بندقية باتجاهك ويطلق النار عليك. إنه شيء صعب ومؤلم. أخذنا السلاح إلى مختبرات ولاية واشنطن ليفحصه خبراء الأسلحة، وتمكنوا في النهاية من إيجاد طلقة تم إطلاقها، لكنها علقت آنذاك داخل البندقية، ثم قارنوها مع تلك التي وجدت في الشجيرات وحصلوا على تطابق، وهذا أكد أنه السلاح الذي قتل روبرت. بعد أن وجدنا السلاح، الآن علينا أن نربطه بلاري، وكانت هذه هي مهمة بوب الجديدة. عام 93. كان عيد مولدهما في 31 من الشهر، وكان هذا موضوع مزاح بيننا، وليلة منهما للاحتفال، أما الثانية فلا. كان عشاء صغيرا وبسيطا، ولاري كان حاضرا. كنت متحمسة جدا لأنني أهديت بوب دروس تعلم طيران، وكان يخبر الجميع. إذن كان الطقس مناسبا، درس الأول يوم الخميس، ولن يطول الأمر حتى نستطيع أنا وبولا الذهاب لكل مكان. بدأ لاري يغضب واستمر بالقول لبوب: هذا مكلف جدا، إنها فكرة غبية حقا. بوب، كيف أمكنك فعل هذا؟ أنتما تملكان الكثير من المال. ثم نهض لاري عندها: اسمعوا، أعتذر، سأذهب لأرى ما الذي يحدث معه. قال له بوب: أريد منك أن تصمت يا لاري، لا تتحدث عن الموضوع، لا تفسد الأمسية. لاري، ما خطبك؟ ما خطبي؟ ما بك؟ ما مشكلة زوجتك الغبية التي صرفت مالنا؟ لاري كان يرفع صوته عليه ويصرخ، في حين كان بوب يقول: ما المشكلة؟ تراجع. أخفض من مصاريف مشروعنا، سيتم قطاع. لا يمكنك أن تفعل هذا، لا يحق لك ذلك، لن أخسر المال أبدا. هل تسمعني؟ لا يحق لك، ستخسر. اسمع. تغيرت الحياة بعد تلك الليلة. لاري، ما خطبك؟ ما خطبي؟ ما بك؟ نحن ما مشكلة زوجتك الغبية التي صرفت مالنا؟ لاري كان يصرخ بصوت عال: سوف أقتلك، أنا أكرهك. بمالنا؟ هذا سيقطع من حصتك. هل لا دخل لك بحصتي. نظر إليه لاري ثم لكمه على فمه، كانت لكمة عنيفة لدرجة أنها كسرت أسنان بوب. هذا بسببك بولا. رأيت شخصا فقد السيطرة على أعصابه تماما. ذهبنا إلى المستشفى تلك الليلة وتم تقطيب وجه بوب وأيضا فمه. كلفتنا فاتورة العلاج ما يقارب 7,000 إلى 8,000 دولار، وهي فاتورة لم نكن نتوقعها. ولاري كان واضحا بأنه لن يدفع أي شيء لنا أبدا. ذهبنا إلى المحكمة وربحنا الدعوى ضده. كان عليه أن يكتب لنا فاتورة بالمبلغ. هذا كان في الأسبوع الأول من سبتمبر، وقتل بوب في 11. يوجين أوريغون، أبريل عام 98. اتصل بي المحقق ياربري وأخبرني أن هناك دليلا قويا في أوريغون، وأخذوني معهم. زرنا مختلفة معارض السلاح واستطعت التحدث مع الأشخاص الذين يملكون معلومات.
وجدنا أخيراً الشخص الذي اشترى السلاح والذي طلب بأن يطلى للتمويه، وقال بأنه أخذه إلى ولاية واشنطن عن طريق صديق له باعه إياه في معرض في بيولوب واشنطن. مايو عام 98. سوف تتعرف إلى السلاح الذي بعته، وحصل ذلك. أتى شخص وقال للمحقق: أنا أذكر هذا السلاح، أنا الذي غيرت مقبضه، وأنا الذي بعت هذا السلاح. استطاع أن يقدم وصفاً لشخص قد يكون لاري. معرض الأسلحة حدث خاص بالأعضاء، إذ لا يمكنك أن تذهب وتشتري سلاحاً، بل يجب أن تكون عضواً. كان شاندولا عضواً في منظمة جامعي الأسلحة، إذن كان هناك دليلاً، كان دليلاً ظرفياً آخر يربطه بسلاح الجريمة وبالقضية معاً. كنا مقتنعين بأن لاري من ارتكب الجريمة. أعادنا هذا إلى ريتا باك. أنا لا أعتقد أنني قمت بالجزم بشأن كذبها، أعتقد بأنها قد تم التلاعب بها من قبل السيد شاندولا، وأنها تصرفت على أساس الوفاء له. اعتقدنا أنه قام بتضليل امرأة مسنة لتصدق أنه كان موجوداً في منزلها في يوم مختلف ثم ظهر، لكنه ليس في يوم الجريمة. يناير 2001. كنت أتصل يومياً وأذهب إلى قسم الشرطة. كرر المحقق ياربري على مسمعي مراراً: علينا أن نحضر أكبر عدد ممكن من الأدلة إلى مكتب الإدعاء، وعندها سيخبرنا مكتب الإدعاء ما إذا كان سيتهم أحداً. شكراً بوب، آمل هذا. عليك دوماً أن تشرح لي بولا بأني لست متيقناً من ربح القضية، وأسوأ نتيجة هي أن تذهب إلى المحاكمة ثم تقوم هيئة المحلفين بتبرئته، وعندها سيخرج وهو يقول لك: لقد قتلت زوجك ونجوت بفعلتي. أتى إلينا العديد من زملاء عمله وقدموا لنا معلومات عن أشياء قالها لهم شاندولا. هناك الموظف جاستن قال إن السيد شاندولا عرض عليه المال مقابل أن يؤذي السيد هنري. أتى العديد من زملائه حتى بعد أن وجهنا إليه التهم، وأخبرونا عن أشياء قالها أمامهم تتعلق بالدعوى القضائية وبحقده تجاه بوب هنري. كان يصرخ ويؤكد حول موقفه مع السيد هنري. قلت له: أخيراً أنت مدين لهذا الرجل بالمال يا لاري. قلت له: لقد قمت بضربه، ادفع له المال وتجاوز الأمر. وكان ما قاله: لا، سأقوم بقتله. كان قد مر بالإعلان الذي يحمل صورته قائلا: مرحبا بوب. آخر شيء كان ينقصنا في هذه القضية هو تجميع الدراجة النارية. إنه مثال آخر عن إصرار المحقق والاستمرار بملاحقة الأشياء. فقام بإيجاد أشخاص باعوا قطع دراجة نارية لشاندولا، وهكذا أثبت أنه قد صنع وسيلة هروب لنفسه بعد الجريمة. بحلول يناير شعرنا أننا اكتفينا من ملاحقة القضية. عندما رأيت هاتفي يرن وكان المحقق بوب ياربري يتصل، فكرت عندها أنها ستكون أخباراً جيدة أو سيئة. أذكر أنني تلقيت اتصالاً يقول إن الأمر تم القبض عليه. شعرت بالأمان للمرة الأولى، لأني علمت أنه مكبل بالأصفاد. جمعت عدة أشياء على أنها أدلة: ملابس، قمصان، و خوذة الدراجة النارية مع واق أسود.
أردت أن أصرخ، كنت أقول للجميع أنه من فعلها وقد تبينت صحة كلامي. لم أستسلم يوماً، يجب ألا تستسلموا، لا تستسلموا على الإطلاق. أرسل لورنس شاندولا إلى السجن في 7 سبتمبر 2001 بعد 6 سنوات على قتل روبرت هنري. أذكر عندما اتصل بي جيم وقال لقد تمت إدانته، قلت تهانية، كانت معركة طويلة. حكم عليه ب31 سنة ونصف بلا إطلاق سراح مشروط. حكم عليه ب31 سنة ونصف في السجن دون إمكانية إطلاق السراح المشروط. أظن أنه من السهل أن نرى الأشياء بعد حدوثها، لقد أبقاها التحقيق على قيد الحياة. لذا فإنك عندما ترى هذا المقدار من الشجاعة والإصرار في حياتك لمرة واحدة لا تقبل لا إجابة لها. إن استطعت قول شيء لباب سوف أقول إننا سنتمكن منه، وقد فعلنا بالفعل. عام 2013 حاول شاندولا أن يقاضي بولا هنري بتهمة الافتراء. ساعدت بولا بتمرير قانون يتطلب وجود قاض يوافق على أي دعوى قضائية يرفعها الجناة على ضحاياهم. تم إعلامي أن لاري أراد الذهاب إلى كندا لينتقل من نظامنا هنا في الولايات المتحدة إلى النظام الكندي، وأننا نستطيع أن نكتب رسالة إلى قسم الإصلاحيات نعارض فيها هذا الأمر. كتبت رسالة وكتب المدعون رسالة وأيضا الشرطة كذلك، كتبنا جميعا ورفض طلب انتقاله. بات منزعجاً وأراد أن يقاضي بتهمة تشويه السمعة. أتى جون لادنبرغ وقال لي إن هناك فرصة للقيام بشيء إيجابي حيال الأمر. كنا نريد أن نمنع حصول هذا مع أشخاص آخرين، وكان لاري سيصبح مثالاً لصنع قانون يحمي الضحايا. وتم تمرير قانون يساعد الضحايا، إذ تحول الدعوى القضائية الطائشة التي يقوم بها السجناء إلى قاض يقوم بتقييم ما إذا كان هناك دليل قاطع على وجوب المضي بالدعوى القضائية. كان من الضروري أن أعمل على هذا القانون لأن السجناء يستطيعون أن يقادوا أي أحد. يمكنهم الذهاب إلى مكتبة السجن القانونية واختراع سبب لمقاداتك، لكن علينا أن نرد على ذلك، علينا أن نرد وأن نحاربهم، علينا أن نوقف ذلك وأن نضمن ألا يمر الأشخاص الآخرين الذين يتعاملون مع النظام القضائي بما مررت به في تلك الفترة. وافقت بولا على الذهاب إلى الهيئة التشريعية لتسرد قصتها. قلت لها ستكونين شاهدة قوية، إنك الشخصية التي تستطيع أن تصنع القانون الجديد. لذا ينص القانون الجديد في الولاية قانون بولا هنري أنه من غير المسموح أن ترفع دعوى قبل أن يوافق عليها قاض.